المشهد العام اللي عم نشوفه على وسائل إن كان على وسائل الإعلام أو على وسائل التواصل الاجتماعي. رح نحكي اليوم عن الجرائم اللي عم نشوفها إن كان بحق الشعب الفلسطيني أو حق الشعب اللبناني، من قتل وتهجير وتدمير للبنى التحتية، استهداف المستشفيات، استهداف الطواقم الطبية والإغاثية، وكل هذا بوجود القانون الدولي. صحيح يا رشا، وخلينا نوضح كمان أنه نص القانون الدولي الإنساني على أنه المدنيين الواقعين تحت سيطرة القوى المعادية لازم يتعاملوا معاملة إنسانية بجميع الظروف، وأكيد بيبقى التساؤل حول التقصير بحق الإنسان العربي الفلسطيني واللبناني والتشدد في الحصار عليه. تفاصيل كتير مهمة قانونية ضمن هاي الفقرة رح نعرف أكثر بالقانون الدولي الإنساني ونصوصه. معنا السيد أنس أجديعو، دكتوراه في القانون الدولي والعلاقات الدولية. صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير لكم وللأخوة المشاهدين، حياكم الله. يسعد صباحك أستاذ، أهلا وسهلا بحضرتك. اليوم الرؤية واضحة للجميع والمشهد العام يعني هو مبكي. عم نشوف اليوم مشاهد تدمي القلوب والعيون. اليوم خلينا نحكي عن القانون الدولي بداية، نعرف فيه أي سنة بلش وكيف بيتم تطبيقه. تمام. هلا في الحقيقة لمعرفة نشأة أي قاعدة قانونية لابد لنا من البحث في ثنايا التاريخ ومعرفة القصة يعني الذي أدت إلى ولادة واحد من أهم قواعد القانون في التنظيم الدولي المعاصر. بدأت الإرهاصات الأولى للقانون الدولي الإنساني منذ القرن التاسع عشر، وتحديدا في عام 1859 في حرب الإيطاليا، عندما تصادم النمساويون مع الطليان والفرنسيين في واقعة سولفيرينو، وساقت الأقدار في ذلك الزمن شابا سويسريا يدعى هنري دونان الذي شاهد ويلات الحرب والمعاملة اللا إنسانية بأم أعينه. فعلى أثر تلك الحرب طبعا قرر تأليف كتاب نقل فيه رغبته في تجنب ويلات الحرب والمعاملة اللا إنسانية، وتمنى في الحقيقة أمنية مزدوجة. كانت الأمنية في شقها الأول هي إنشاء جمعية مستقلة تقدم الرعاية لضحايا النزاعات المسلحة، وتمنى في شقها الثاني هو أن تصادق الدول على مبدأ مقدس وهو حماية الأفراد في زمن النزاعات المسلحة. كانت هذه المرحلة هي نقطة انطلاق القانون الدولي الإنساني، إذ تم إنشاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عام 1863، وتم توقيع أول اتفاقية في القانون الدولي الإنساني في عام 1864. نقطة انطلاق القانون الدولي الإنساني كان سابقا يعرف بقانون النزاعات المسلحة أو قانون الحرب، أما اليوم هو بعد ولادة الأمم المتحدة في عام 1945 هو يعرف بالاسم القانون الدولي الإنساني. بدأ الاهتمام الدولي في النزاعات المسلحة، وإذا نريد أن نضع تعريفا جامعا للقانون الدولي الإنساني هو مجموعة من القواعد القانونية التي تركز على حماية الفرد البشرية في زمن النزاعات المسلحة. طبعا يطبق القانون الدولي الإنساني في زمن النزاع المسلح، سواء كان نزاعا مسلحا دوليا أي بين دولتان أو مجموعة من الدول، أو نزاعا مسلحا غير دولي أي بين دولة ومجموعة من الأفراد المسلحة. يرتكز القانون الدولي الإنساني على ركيزتين أساسيتين، يهدف إلى تنظيم القتال وأساليبه بموجب اتفاقية لاهاي عام 1907، ويهدف إلى حماية الأفراد في النزاعات المسلحة بموجب اتفاقيات جنيف 1949. طبعا من يطبق القانون الدولي الإنساني هي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك على اعتبارها المنظمة الدولية المسؤولة عنها بشكل مباشر. تمام. دكتور أناس، بظل الفوضى الدولية حاليا، شو هي الأدوات يلي بيتملكها المجتمع الدولي بعملية ضبط الأمن والسلم؟ طيب عندما نتحدث نحن بداية عن الأمن والسلم الدوليين، إذا نحن نتحدث هنا بشكل مباشر عن مجلس الأمن الدولي، وبالرجوع إلى ميثاق الأمم المتحدة وتحديدا في الفصل السابع يتبين لنا بشكل دقيق الأدوات التي يمتلكها مجلس الأمن لضبط الأمن والسلم الدوليا. فبداية بموجب نص المادة 40 يحق لمجلس الأمن اتخاذ تقديم التوصيات لاتخاذ تدابير مؤقتة من خلال حث الأطراف على أخذ تدابير مؤقتة كوقف أطلاق النار. لدينا بموجب المادة 41 يحق لمجلس الأمن اتخاذ التدابير الذي لا تتطلب تدخلا عسكريا، كالتدابير الاقتصادية، العقوبات أو التدابير الدبلوماسية كقطع العلاقات الدبلوماسية. وأكيد لدينا نص المادة الأهم وهو نص المادة 42، والذي يؤكد على أنه من حق مجلس الأمن الدولي أن يتخذ تدابيرا عسكرية في حال لم يجد التدابير الاقتصادية وفت في الغرض.
طيب اليوم أستاذ أنس، اليوم عم نشوف حالة من الانتهاكات الفاضحة صحيح. جدا للكيان الصهيوني بخلال من طوفان الأقصى وصولا لجنوب لبنان تماما. يعني وكل شيء عم نشوفه يعني بخالف قوانين يعني اليوم خلينا نحكي عن نهاية هاي الانتهاكات، شو ممكن تكون عواقبها؟ واليوم الكيان الصهيوني هل تم إخضاعه لهي القوانين؟ تمام، نحن في المسألة الدولية عندما يتم اختراق القانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي بشكل عام، هو يعرض المسؤولية للشخص اللي قام بانتهاكه سواء كانت دولة أو كان فردا، ونحن على المستوى الدولي نستطيع أن نسائله أمام القضاء الدولي. واليوم خصوصا في سياسة الكيان الصهيوني نجد أن هناك تحركا دوليا في هذه المسألة، فلدينا الدعوة التي رفعتها جنوب أفريقيا لمحكمة العدل الدولية على أثر السياسات التي ينتهجها الكيان الصهيوني، لدينا الرأي الاستشاري الغير مسبوق الذي قدمته محكمة العدل الدولية في تموز من العام الحالي، والذي أكدت على أنه تواجد الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية هو تواجد غير شرعي وهو مخالف لقواعد القانون الدولي. الشق الثاني وهو هل يتم إخضاع الكيان الصهيوني للقرارات الدولية؟ مع الأسف نحن هنا لدينا مسألة في غاية الأهمية، أنه لطالما نجح الاحتلال أو الكيان الصهيوني بإيجاد ثغرة يعمل من خلالها على الإفلات من العقاب وعلى يعني الهروب من المسؤولية الدولية، معتمدا على الدعم الغربي عموما ودعم الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص. إذ نحن اليوم أي تدخل لمجلس الأمن يحتاج موافقة الدول دائمة العضوية الخمسة، والولايات المتحدة الأمريكية تتخذ إسرائيل على أنها الطفل المدلل، وبالتالي دائما ما نجد الكيان الصهيوني قادر على الإفلات من العقاب بسبب الدعم الغربي له. خلينا نحكي أكثر عن مسألة فرض الحصار اللي أكيد عم تساهم بشكل كتير كبير بتعريض حياة المدنيين اليوم للخطر، حرمانهم كثير من المواد الضرورية لبقائهم اليوم على قيد الحياة. خلينا نحكي شو موقف القانون الدولي الإنساني من مسألة الحصار. طيب هلا بداية الحصار هو يعني تطويق منطقة جغرافية معينة وحرمان دخول مقومات الحياة إليها. طبعا القانون الدولي الإنساني حظر الحصار بشكل مطلق وبكافة أشكاله، وإذا كنا نريد أن نعود إلى الأساس القانوني فنجده في المادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقية جنيف لعام 1949، ونجده أيضا في المادة طبعا 14 من البروتوكول الإضافي الثاني طبعا، والذي أكدت على أنه يحظر الحصار بكافة أشكاله سواء كان الهدف منه هو تجويع المدنيين أو سواء كان الهدف منه هو استخدامه كوسيلة حرب للضغط على الطرف الآخر أو إذا كان الهدف منه هو محاولة إجبار المدنيين على المغادرة. طبعا يجوز الحصار في حالة واحدة فقط، عندما يكون الحصار على قوة معادية، وفي هذه المسألة ضمنت اتفاقية جنيف الأولى واتفاقية جنيف الرابعة على أنه يجب على الطرف الذي اتخذ الحصار أن يقدم كافة الإجراءات الممكنة لخروج الأطراف لمنطقة آمنة ومحايدة. طيب اليوم ذكرت أستاذ أنس اتفاقيات جنيف، خلينا نرجع ل 1949 ونحكي عن هي الاتفاقية بالشق الإنساني. اليوم الناس كلها نظرة على الشق الإنساني صحيح. على الانتهاكات، على القتل، على التدمير، على التهجير، عم نشوف يعني ناس صارت بلا بيوت، ناس تحت الأنقاض. طيب اليوم هو جريمة حرب تمام. حسب الاتفاقية تمام. نحكي عن هاي النقطة تمام. هلا بداية جريمة الحرب هي أي جريمة تقع تخرق قواعد القانون الدولي الإنساني وتؤدي إلى انتهاكه بشكل مباشر تمام. وأكيد الجرائم الحرب هي جرائم كفلتها وضمنتها اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، وفي الحقيقة هذه الاتفاقيات الأربعة هي العمود الفقري والأساسي للقانون الدولي الإنساني، وذكرت جرائم الحرب وعددتها كالقتل العمد، كالتعذيب، كالمعاملة اللا إنسانية، وكالتطهير العرقي، أي محاولة القضاء على سلالة معينة. هذول كلهم نحن مرأنا فيهم، كلهم موجود مع الأسف صحيح. واتفاقية جنيف ضمنته وكفلته، وحتى إذا بدنا نكون أكثر دقة نص المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة أكد على حظر التدابير الجماعية وتدابير الاقتصاص والإرهاب، القصاص والإرهاب. ومع الأسف نحن اليوم عم نشوف هذا الشيء بشكل جدا واضح بالشيء اللي عم يصير بالكيان الصهيوني، وأكيد هو ما يرتكبه هو جريمة حرب، وهي مسألة لا يختلف فيها اثنان عاقلان يدرسان في القانون الدولي. ونحن ندرك هذه المسألة، والشعب الفلسطيني يدرك هذه المسألة، وهو شعب في الحقيقة يعني يقاوم برباط الجيش وليسجل اسمه في كتب التاريخ على أنه هو شعب مقاوم من الطراز الرفيع. وحتى الكيان الصهيوني يدرك تماما أن القضية الفلسطينية هي ليست فقط معنية بالشعب الفلسطيني، إنما هي قضية تماما هي قضية ذات أبعاد مختلفة، وخصوصا لأن نحن العرب
يدرك الكيان الصهيوني أننا أمام نزاع بيننا وبينهم قائم، وهو نزاع أزلي عقائدي قائم إلى قيام الساعة. فأكيد ما يقوم به هو جريمة حرب، جريمة ضد الإنسانية، وهذه المسألة في الحقيقة تؤخذ على القانون الدولي إذا نتحدث بالشكل بالجانب الفار الأسود اللي نتحدث في القانون الدولي، أن هناك نص في القانون الدولي يحرم المسائل، وهناك نص يضبط العملية. ليش ما نعم تطبيقه؟ هي المسألة في الآليات. أنا عندما أتحدث عن نص موجود ولا أتحدث عن آلية فاعلة موجودة تضبط النزاع أو تضبط الفوضى الدولية الحاصلة، إذا نحن نتحدث أمام قانون له وعليه في نفس الوقت، له أنه مكتوب وعليه أنه لا توجد ضوابط. وحتى يعني تعلمنا ودرسنا أن القانون الذي لا توجد فيه عدالة هو ليس بقانون أصلا، هذا من باب العاطفة، أما من باب الأكاديمي هو قانون لا يمكن إنكاره. دكتور أنس، اليوم شو الفرق بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان؟ تمام، هلا هما وجهان لعملة واحدة، ولكن أكيد في فرق. نحن القانون الدولي الإنساني هو قانون يطبق في زمن النزاعات المسلحة سواء كان دوليا أم غير دولي، بينما القانون الدولي لحقوق الإنسان هو قانون يطبق في زمن الحرب، في زمن السلم فقط. قانون الحقوق الإنسان، قانون الدولي لحقوق الإنسان هو ينظم العلاقة القائمة بين الدولة وبين رعاياها، بينما القانون الدولي الإنساني هو قانون ينظم العلاقة بين الأطراف المتحاربة في زمن النزاعات المسلحة. طبعا هم دائما لدينا خلط في هذه المسألة، ولكن المختص في هذه المسألة كي يدرك تماما أن هناك فرق. القانون الدولي الإنساني هو قانون موجود ما قبل النزاع المسلح، ولكنه لا يدخل حيز النفاذ إلا بمباشرة النزاع المسلح وبدخوله حيز النفاذ بشكل مباشر. طيب أستاذ أنس، اليوم اللي عم يصير كيف عم ينظر له مجلس الأمن أو القانون الدولي، يعني كان في فلسطين أو في لبنان؟ حتى ما يحدث اليوم نحن في لبنان، إذا كنا نريد أن نكيفه على الصعيد الدولي أكيد هي جرائم عدوان وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ومهما كان من هناك من اجتماعات على الصعيد الدولي، ومهما كان من هناك من مؤتمرات، هم لا ينكرون هذه المسألة ويحاولون أن يضغطون على الكيان المحتل لإيقاف هذه المسائل، ولكن نحن الفكرة هي أين؟ الفكرة أن الكيان المحتل دائما يجد ثغرة يستطيع من خلالها الخروج من الالتزام الدولي والإفلات، وهي الولايات المتحدة الأمريكية. يعني أي اتخاذ أو أي خطوة لمجلس الأمن تحتاج الموافقة، وبالتالي نحن نكون أمام مشكلة الفيتو ونكون أمام مشكلة الأطراف. ونحن حاليا في هذا الزمن في التنظيم الدولي المعاصر نؤكد على أنه نحن حاليا في سياسة القطب الواحد، يعني الولايات المتحدة الأمريكية هي قطب، وتعلمنا في القانون الدولي أن القوة هي تصنع القانون، ومع الأسف هذه مسألة تعاب عليهم يعني في هذه المسألة. ولكن أكيد لا يمكن إنكار أن ما يقوم به الكيان المحتل سواء في لبنان أو في غزة هو جرائم حرب، جرائم يندى لها الجبين، ولا بد من معالجة هذا الموضوع بشكل فعال. اليوم بالقانون الدولي الإنساني في حق للإنسان أنه يدافع عن أرضه عن بيته عن وطنه، ولكن هذا الحق عم يكون مسلوب اليوم. شو سبب اليوم الإزدواجية بالمعايير؟ هي الفكرة الإزدواجية بالمعايير أنك أنت ما هو النص الذي تستند عليه في حق الدفاع الشرعي، والفكرة هي بالمعطيات الذي يستند عليها الشخص الذي يحاول الدفاع عن نفسه. يعني أنا اليوم عندما أكون بلد آمن وهناك من يعتدي علي، في القانون الدولي أنا يحق لي الرد، وذلك بموجب الدفاع الشرعي، ولكن بشرط أن تتوافر مجموعة من المعايير، أن يكون هناك توازن بين الضرورات العسكرية والإنسانية، وأن يكون هناك فعلا اعتداء علي. ولكن المسألة هي في طريقة تكييف المعايير للدفاع الشرعي. فنحن طالما نجد الولايات المتحدة الأمريكية وطفلها المدلل الكيان الإسرائيلي دائما يجدون الثغرات، يجدون المخارج لمحاولة الخروج من الالتزام الدولي ومحاولة التكييف على أنه هو دفاع شرعي، هو دفاع شرعي، وإيجاد غطاء لموضوع الجرائم الحرب التي تقوم بها أو جرائم ضد الإنسانية. طيب أستاذ أنس، اليوم وقت لما نحكي عن القانون الدولي نحن عم نحكي عن حماية مدنيين ما بيحملوا سلاح، حماية الأطفال، حماية القطاع الصحي. اليوم شفنا استهداف للمستشفيات، شفنا استهداف للطواقم الطبية حتى الإغاثية في بعض المناطق. نقص في الأدوية، في ناس ماتت لأنه ما في أكسجين، ما في أدوية إسعافية. طيب اليوم مجلس الأمن يعني بهي النقطة ما يعني مو مفروض يكون في تحرك أسرع؟ يعني هو البديهي والمنطقي طبعا أن يكون في تحرك أسرع، وخصوصا أنه اتفاقيات جنيف الأربعة أتت بشكل مفصل وأتت بكل التفاصيل التي ذكرتها، لدينا الجريح، لدينا المريض، لدينا الأطفال، لدينا الأعيان المدنية والطبية، الصحفيين ولدينا نحن بشكل كامل. حتى اتفاقيات جنيف الأربعة هي فصلت، فأتت الاتفاقية الأولى لموضوع الجرحى
الجيش في الحرب البرية، في الاتفاقية الثانية أتت في الحرب البحرية، في الاتفاقية الثالثة أتت في ما يخص أسير الحرب، والاتفاقية الرابعة أتت في موضوع المدنيين. نحن لدينا بالقانون الدولي بشكل مفصل كافة هذه التفصيلات وكافة هذه الإجراءات، وعلى كما يقال لنا في الإعلام أنه فعلا يتم متابعتها وتطبيقها، ولكن على الصعيد الواقع الفعلي نحن نشاهد بأمام أعيننا لا يوجد هذا الزخم كما يقول لنا أو كما يروجون لنا ويحاولون أن يقنعوننا به. تمام. بالختام دكتور أنس، في شيء نقاط حابب تضوي عليها لسه بموضوع القانون الدولي الإنساني؟ لا، هلا نحن بشكل عام القانون الدولي الإنساني هو أكيد قانون لا يمكن إنكاره، وهو قانون موجود، ولكن نحن عندنا نقطة جدا مهمة أنه يجب أخذ ثقافة القانون الدولي الإنساني من الكتب المختصة ومن الإنسان الأكاديمي. اليوم عندما ننظر إلى القانون الدولي بشكل عام عن طريق الثقافة الإعلامية سوف تحكمنا العاطفة، وإذا حكمتنا العاطفة سوف ننسف فرع قانوني بشكل كامل. أكيد القانون الدولي مضبوط، يحتاج إلى آليات أكثر فاعلية خصوصا في الزمن اللي نحن نعيش فيه. وأكيد يعني ختاما، القضية الفلسطينية هي ليست قضية الفلسطينيين، هي قضية العرب، ونتمنى إن شاء الله الأمن والسلام لبلدنا بشكل عام وللأخوة اللي في لبنان وفي فلسطين، وبإذن الله تعالى يعني مهما طال الزمن النصر قادم للأخوة الفلسطينية إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. أستاذ أنس، مثل ما ذكرت قانون ولكن يعني هي مصطلح، لكن هي جملة يبنى جملة عليها كثير. نحن تعودنا اليوم أنه القانون طالما قانون فهو حماية، فلازم يطبق. نتمنى نشوف يعني التطبيق له إن كان ضمن في فلسطين أو في جنوب لبنان. نشكر حضورك لليوم وأهلا وسهلا بحضرتك. شكرا لكم، الله يعطيكم العافية وصباح الخير. شكرا لك ويعطيك ألف عافية. بالتوفيق. أهلا وسهلا.